يعني بلا بلا. اوكي ما حعيد زيت الانترو، بعتقد انه كلكم صرتوا تعرفوها. هيدي رابع حلقه من ترند تراك. فتنا موسم صيفيه، واحلى شيء صرت شايفته لهلا هو البيتش ويفي هير. لاحظتوا انه صرنا عم نشوف اكثر واكثر عالم عم تلبس لميع؟ No idea لأمتين رح تبقى مودة النيون. بتحبوا الفلورال باترن؟ هو صراحة حلو بالصيفية. تعودنا نشوف انفلونسرز، بلوجرز أو حتى سيلبرتيز بيتصوروا بالسوبر ماركت، بس شو قصة حياة الصغيرة؟ أو ماكدونالدز؟ غرام السوت، مين بيوافقنا بالرأي؟ اتركوا كل your comments بالcomment box، وما تنسوا تحضروا حلقة الجاي الشهر الجاي من Trend Tracker.